Et si c'était à refaire ? Salut salut, رجع لكم جديد في سي سي تي ريفير. ضيفنا اليوم الطالب بالماجستير السوسيولوجيا والكاتب والناشط بالمجتمع المدني مهدي شريف. قبل كان يحكي معنا وسؤال كان الكتاب نتاعو الاولاني اللي هو دي ريفليكسيون معناتها دان ليف انسومي، وقال هاو اللي ماهوش شنو اللي ماهوش عاجبني في السيستم ادوكاتيف. تحبوا تعرفوا شنو اللي مش عاجبه وشنو اقتراحاته، اقعدوا معنا. لكن توا جاء وقت البرومي جو نتاعنا اللي هو لو كان. لو كان مهدي شريف، لو كان جا عندك ان بوفوار ماجيك، شنو يكون واش تعمل به؟ لو كان جا عندي ان بوفوار ماجيك، لو كان جا عندي ان بوفوار ماجيك راهو نحب نطير، راني نحب نطير، راهو هذه قدرة ال... وعلاش تحب نطير؟ علاش نحب نطير؟ على خاطر وانا صغير إلى حد عمري يمكن 16 كان مش في بالي لأن حقيقة النجم نطير. خاطر كنت نحلم بروحي طاير لنهار من النهارات ما فما حتى سبب، وانا ماشي في الشارع هكا وقفت قلت يا أخي أنا بالحق النجم نطير. قفت لين لقيت روحي وحدي في معني زنقة وحدي، حليت يدي هكا وقمت نجري وحدي في الشارع غير ما طرتش، وكانت هذيك خيبة أمل خايبة برشا، تخلقت منها ياسر. فإذا اليوم أنا نجم نعمل حاجة ناخو أن سوبر بوفوار نحب نصلح الحكاية هذيك، قعدت لي عقدة نحب بالحق نولي نطير، خاطر صدقت أنا فترة من زمان أني نجم نطير. أنا تعجبني في وقت نبدا نحلم ساعات نجم أنك نجم تطير. بالضبط هذيك هي تعجبني على الأخر. أنا عجبتني ما عودتش، صارت لي ما عودتش رجعت لي، من اللي فقت بها كذبة هي تغشت وقلت أنا روح ما عادش رجعت. دوك هذا هو. لو كان جا عندك البوفار انك تتقاسم قهيوه ولا فطور مع شخصيه تاريخيه مشهوره ولا شخصيه معروفه، شكوني باش تحكي معها؟ شخصيه تاريخيه ولا شخصيه معروفه؟ اللي جاي البالي توا ما نفهمش ياسر في اللي تكتيك نتاع الجيش، هذه حاجه موضوع ما عنديش بها علاقه. ولكن ماذا بيا ان غران جينيرال انسان هكا في التاريخ كان خمم فرنسا عندهم نابوليون، احنا عندنا في تونس بون عندهم حنا باع اللي قريوه في ليزيكول ميليتير ليزيكول دو غير، ماذا بيا نعرف هذه حكيت كيفاش معناها كيفاش يعملوا تكتيك التكتيك نتاع الحروبات صح. ماذا بيا فلونترينور اسهل لي برشا من اني ناخذ لوج على يعني باع بالهم كاتب وسكر لهم من تالي. هذه مسألة أخرى، تكتيك أخرى. فهذه طوى اللي جاي بالي على الطاير. حنا بار باغ اكزومبل، أوكي شنو تحب تسأله معناتها؟ شنو تحب تحكي معاه؟ باش نقول له كيفاش تو تهز أنت في الفيول، اش معديك في الجبل وكيفاش عملت؟ لا بالحق أخطأت في الليل. إي سيريو. و جي هيستوريكمون أنا جو نسوي با سبيسياليست ولا إكسبير لا كيسيون، فما ناس باش تسمعني باش تقول هذايا ما فهم حتى شيء من حتى شيء، ولكن بالحق سيت ان سوجي اللي مانيش فاهمه، دونك انا ماذا بيا نتعامل نحكي مع ناس نتعلم منهم في موضوع ما نعرفوش. هما سيتي بور دو زوبجيكتيف حنا باع نوتامون حكايه الفيولا. الهدف الاولاني ان هما الفيولا اللي روما ما يعرفوش هالكرياتور هذايا اللي يتبعوا فيه ليزوسيسمون كيما اللي يتفرجوا فيلم 300. شفت في فيلم 300 فما معناتها فما دي كرياتور نشوفوهم هاو عينه في الوسط وكذا، هو المخيل هما يتراو فيهم هكاك. دونك كما زاد كيف يسمعوا في حنابعه فماش فيسبوك فماش تلفزه حتى شيء، دونك هما يحكيوا عليه جاينا ولا نمي ويخوف وكل شيء، فما بالك انه يجيهم بفيل اون كرياتور كبيره رهيبه وكل خرطوم هذاك وكل شيء. دونك هذه حاجه لوني. اثنين زاد اوسي القدره نتاع الفيل انه خاطر فيو خرج ما يقارب معناتها 90,000 ولا شو 70,000 كي خرج من الاول مع حنابعه بالفيلق نتاعو باش يهز عنده قدره باش انهم يهزوا معناتها الماتريال وكل شيء. فهمت دونك دو كوزون ما حليت لي مشكلتي نشكرك برشا. دونك هذايا مي او ميم تون معناتها ثلاثه سيتي الحرب وخدعه يقول لك معناتها كيفاش انا نخلق ان افونتاج كونكورونسيال على الانمي نتاعي. هذا هو انا ماذا بيا ان شاء الله تويتي نهار
نجم نقرا اكثر ونفهم اكثر الموضوع هذا. انا كنت استغرب تقول لي نحب نحكي مع ابن خلدون فيكو انت سوسيولوج باش تحكي مع اب الاجتماع اللي هو موكي كي نقراو عليه ونقراو له شي مده تقول بون يعطيه الصحه يعيش معك يعطيه يرحم ويديه كتب على روحه. ولكن انا بالحق ماذا بيا ديما نحب الناس عن نمشي للحاجه ما نعرفهاش وما نفهمهاش خاطر قيمه العباد معناه انا دوماني هاني نقرا ونخدم ومهتم بها على طول. ولكن نادرا ما تجيك فرص باش تحكي مع ناس بالحق في ميدان اخر ودي سبيسياليست ويقدروك ويعطيوك معناها اضافه تربح برشا وقت على اللي معناها على اللي كنت تخسره كان جيت انت وحدك تقرا وتلوج وغيره. دايوغ الكتاب الاخراني ليديسيون الثانيه نتاع ولا الثالثه ذولي نتاع عبد العزيز بالخوجه انيبال يتطرق للنقطه هذه دونك نستدعك انك اني نطلع عليه ونحيي عبد العزيز خرج باغ لا ميم اوكازيون. السؤال الثالث لو كان عندك القدره انك تسافر في الوقت معناتها في فتره زمنيه ما انهي فتره وعلاش؟ صراحه انا نمشي ما نرجعش بالتوالي نقدم حلو اول واحد مهدي يقول لي نقدم وما نرجعش يزي غير خلعت دونك تي دونك نقدم اول واحد انا قلتها لهنا في اكسبريس اف ام نقدم نحب نشوف بالحق تطور الاحداث بالنسق الحالي يعني خاطر انا عندي بعض المواقف وعندي بعض القناعات ونحب معناها ناثر ونغير وغيره ويكونوا لي معلومات معناها ثمينة ياسر تكون لي حاجه ثمينة ياسر اني نعرف الوضع الحالي وين باش نوصلوا وين ماشيين اتسيتيرا. دونك انا هذا راه معناها بعدين مش تعمل طله وترجعنا تقول يا جماعه رانا مش ماشيين هكا لازم نمشي نمشي مثلا نمشي نطل على 2050 2060 نعمل دوره نقرا شويه الاخبار ونرجع لهنا نشوف شنو اللي معنى شنو اللي نجم نتعلمه غادي باش لهنا نكون اكثر يعني فاعليه في الشيء اللي نعمل فيه. واضح حلو برشا مازلنا باش نكملوا نواصلوا مع ضيفنا اليوم مهدي شريف نمشيو فاصل